يلتحق مع المكان الذي يدرس فيه. تنيا دمو يبوتان حق دخلنا وقبانا. يعني الآن هذه الأماكن التي ندرس فيها. إيش بوتا لمن ما مربات يتكمل نبات بوتا. لابد أن نجعلها عامرة بذكر الله. الله بما استعوذ للناس وبات الجبان. المساجد لم تبنى للبيع والشراء. مسجد وسلام جانا لما شيء هذا لم يتجنبه. أو الكلام عن السياسة. لبولتك ماوري أماري. أو الغيبة أو النميمة. لسو لما مات نقر لما استعلت لما السابق هذا لم يتجنبه. أو البحث في التليفون عن الأرقام عن اليوتيوب عن هذه الأشياء. موبايل لما نكاكتنا موبايل قوتو يهونا نقر فيسبوك من عمل لما يتمر يتفلقه. لا يمكن أن ندفن فيها موتانا. يوم وتسول انقبر بتم هذا لما يجري يتجنبه. لا نجعلها أماكن للشرك. يا شرك بوتان ما دلن ولا للأغاني ولا للرقص. يا زفن بوتان يا دانس بوتان ما دلن. هذه بيوت الله سبحانه وتعالى. إيتي ترتب لها يا الله سبحانه وتعالى مذكر يا بوتانات. الخامس الحق مع المعلم مع المدرس مع الشيخ. أمستنيا كشيخ داري الله ونحاكنا ولنكتات تلمي قبعه. تتوسط ما تأكلني يا بوتا متن دنا يقول كم مترى لا تتمسح به لا وران وران استكاك تجب من دي استكاك ولا تركع ولا تسجد له ما تجف من مالك ما أسفل لا جاد اللم سريع ولا تطمل تدام متنه وكذلك الطرف الثاني لا يمكن أن تسب العالم عالي من مدام ولا تساد بيجب أو تتكلم فيه سلا عالم لتناقر ما يجب ماذا يريد منا العلماء كعلماء من فلقون ومسادمون يريد العلماء منا أن نأخذ العلم تعاليم وعلم ما وصل بالكان ومسفلقون نتعلم للنمار نعمل نعمل بالعلم أيوة بعلم من مار بتعام لنتكم تلقوا صنونا ندعو إلى هذا العلم ودع علم تر للنادر تدعو للعالم لا عالم مدمض على النار لن سربت تذب عنه تدافع عنه لا عالم دمو لنكلاكلت لنا شجر كما تعبت لنكلاكلت السادس من الحقوق سدستنيا وحق حق مع العلم الذي تعلمت كتمارنا وتمرت دمو يا لبن هتمارنا بهالا يا لبن قديفا اي علم تتعلم لابد ان تحافظ على هذا العلم كنز هذا ثمين علم كتمارنا ولنحفظه ولنشمدده ويقدي لنا لابد ان هذا العلم تراجعه تذاكره اين علم دمو نقم نقود يا مراجعه عند يطفانا للنارق قبل تعمل به لنسرابه تدعو اليه لو ودي علم ما تنتر للنار قبل هذه المحافظة على العلم علم متطبق أو إهن بتملك تسرعة هنا المشكلة عندنا إن يازن ده إلا تشكر أن كل ما يأتي عالم يدرسنا الأصول الثلاثة هذا خطأ في التعليم ما تشكر إن يا ليا لبنا ما نين أو معلم سمعت أصول الثلاثة استمر مثلا أصول الثلاثة لمس عليها الآن إذا درسنا الأصول الثلاثة مرة واحدة هذه تكفي أصول الثلاثة عند قرية كتمارنات بقى نبرة قلنا علمه لا يمتى أصول الثلاثة علمه لا يمتى أصول الثلاثة إذا جاء عالم آخر ولا تنو عالم دم وسمتا يريد يدرسنا أصول الثلاثة نقول لا اختبرنا في الأصول الثلاثة نجحنا نتقدم وإلا نرجع نعيد الأصول الثلاثة ሁለተኛ አስተማሪ ሲመጣ ኡሱሉ 30 ሲጀምር ኡሱሉ 30 ባሁን ቀደም የመጣው ሼህ አስተምሮና ያንን ነገር ፈትነና ያን ፈትነን ምናልፍ ከሆነ ወደ ላይ አልናፋለን ነበር ማለት የሚገባው ممكن ياتي عالم يراجع معنا الاصول الثلاثه كتاب التوحيد نعم ሁለተኛው عالم مراجع ሊያረግልን ይችላል أما كل عالم يأتي يعيد علينا الأصول الثلاثة هذا خطأ في التعليم ما لنهم علم يمت أصول الثلاثة نجمت أصول الثلاثة هي تمرت فقدي أهل لمستها الآن عهو هذا الأخ مثلا
ايه وندمي لمساليها لمساليها له 20 سنة حامد لسو حامد مضبطة. لو قالوا له نريد أن ترجع إلى الصف الأول ابتدائي تدرس سنة كاملة مع الأولاد الصغار ألف باتا تمرتبيت لنا عندنا تمرتبيت أستمر ألف باتا يميرون بندل وحامد تمره يقبل يقبل لا يقبل يقبل من أما في العلم نقبل بعلم قد دايقين يتقبلها لأن لا نضبط العلم لا نراجع العلم علم يقين ومراجع فضوص لما يتقبل إذن هذه حقوق ستة لابد أن يؤديها الطالب هنا قطرنا شوكان دسك سدس هون بتايق النور كانت من تبكى شوية قد دينا هذه